Guten Tag, meine Schüler und meine Schülerinnen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي في المراجعة النهائية للغة الألمانية. معاكم هير كرم إبراهيم، خبير ومعد اللغة الألمانية بالمدارس المصرية الدولية للغات. أتشرف بيكم ونبدأ ونستعد على طول نخش في الموضوع. أولا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان والعيد. نركز بقى عشان الامتحانات إن شاء الله، عايزين درجات حلوة زي الترم الأولاني. أول حاجة عندي في الترم الثاني طريقة الجمع، ويمكن أنا كنت شرحتها في المحاضرة الأولانية في الترم الأولاني في الترم الثاني. بسرعة بس هنبص عليها لأن دي مهمة جدا. في كلمات بتجمع بدون أداة زي دير ليرر، بدون إضافة زي دير ليرر دي ليرر، أهم حاجة ناخد بالنا من الأرتكل. في كلمات بتجمع بإضافة حرف الإي زي دير فش دي فشة بإضافة إي. في كلمات بتجمع بإضافة حرف الإي الإن زي دي توماتا دي توماتن. في كلمات بتجمع بإضافة إي إن زي دي فغاو دي فغاون. في كلمات بتجمع بإضافة إر زي داس كند دي كندا. في كلمات بتجمع بإضافة أملاوت حرفين إمالة زي ده أبفل دي أبفل. في كلمات بتجمع بإضافة إر وأملاوت برضو زي داس بوخ، اتغيرت في النطق بقت دي تيشا. في كلمات بتجمع بإضافة حرف الاي مع إضافة أملاوت زي ده زافت دي زفتة. في كلمات بتجمع بإضافة حرف الاس زي دي كيفي دي كيفس. أي اسم مؤنث آخره اي ان بيجمع بإضافة ان اي ان زي دي ليرارن دي ليرارنن. اوكي، طبعا احنا مطلوب مننا ان احنا بنراجع واحنا بنحفظ. طبعا رقم واحد بنحفظ الاسم بالأداة، رقم اتنين بنحفظ الاسم بالجمع، تمام؟ وهي الموضوع مجرد ما حفظنا الاسم بالأداة السهل علينا بعد كده ان احنا نعرف هنميز بين الجمع والمفرد. في بعض الكلمات تستخدم في حالة الجمع بس زي دي ألتر الوالدين، طبعا الوالدين جمع ملهاش مفرد من كلمتها، لكن ممكن اقول دير فاتر اودا دي موتا. كلمة دي فيريان الأجازة دي فاغيان برضو ملهاش مفرد، دايما تستخدم جمع. كلمة دي لويتا، كلمة دي جيشفيسا دي غوس ألترين، وهكذا. نشوف بسرعة التدريبات. محمد كوفت تسفاي، يبقى اتنين. أول ما ألاقي رقم عدد كده يبقى أنا في الحالة دي أنا هختار الإيه الجمع. تسفاي إيه؟ تسفاي فلاشن، يبقى الإجابة الصحيحة فلاشن. Does send zwei برضو اختار جمع يبقى بنانن. منى اند ايه زند، هما ايه باتنين؟ اتنين ايه بقى بالظبط؟ اتنين فرويندنن، تمام. منى اند ايه زند ماينه 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 جفسترن، اخواتي البنات، تمام. محمد ايست زفاي، بياكل اتنين بنانن، يبقى لازم انا لقيت عدد اخد الجمع اهو زي رقم ستة. هير محمد هات دراي، ها دراي كندا، برافو عليكم. داس اس اين كيلو، كيلو ناخد بالنا ان كيلو دايما يجي بعد جمع، في كلمات ناخد بالنا ان يجي بعدها جمع. تو ماتن ماشي. كايرو اليكس زند زفاي، مدينتين يبقى اشتيتا لان مفردها شتات الجمع بتاعها اشتيتا. اجابتن اند دوتشلاند زند، ها ليندا المفرد بتاعها لاند لكن الجمع ليندا بإضافة أملاوت وإي إر. بيتا هات فيلا كوليجنن، زميلات، تمام. بالنسبة لأدوات التعريف والنكرة ونفي النكرة، إحنا عارفين إن المذكر أداته دير والمؤنث أداته دي والمحايد أداته داس. النكرة بقى اللي بتساوي في الإنجليش إيه أو آن، للمذكر أين والمحايد أين والمؤنث أيني. أقول إيه؟ داس إيست دير ليرر المدرس، داس إيست أين ليرر مدرس، داس إيست داس بوخ الكتاب، داس إيست أين بوخ.
كتاب. Das ist die Frau. Das ist eine Frau. Dozen. ناخد بالنا ان كله ايست عشان كل الثلاثه الامثله الاولانيين مفرد والمثال اللي بعد كده جمع، فقلنا داس زند صرفنا الفيرب زاين مع الجمع. داس زند دي كندر، داس زند كندر على طول. الجمع ليس له أداة نكرة، مهمة أول المعلومة دي، الجمع ليس له أداة نكرة. نتكلم بقى على أدوات النفي اللي هي نفي النكرة. حاجة بسيطة جدا، هنزود على أين حرف الكا تبقى كاين، ونفس التقسيمة الأين للمذكر وكاين هننفي الاسم المذكر، واين للاسم المحايد وهنزود عليها حرف الكاتب اكاين، وايني للاسم المؤنث وهنزود عليها حرف الكاتب اكاينا. والنفي طبعا ما كانش له اداه، لسه قايل المعلومه دي من دقيقه بالظبط، لازم ننفيه، هننفيه بكاينا اهو، اداه النفي للجمع كاينا. تمام. طيب اقول اس داس اين ليرر. Nein, das ist kein Lehrer, مش مدرس. Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch. Ist das eine Schule, مدرسة؟ Das ist keine Schule. هنا sind عشان جمع، sind das Bücher، دول كتب. بعض الناس منكم يقول لي ايه هي كده اداه؟ لا، das دي هنا اسم اشاره بشاور على حاجه. خلاص؟ يقول لك ده اسم اشاره مش اداه، مش ارتكل، مش اداه تعريف، دوت اسم اشاره او اشاره للشيء. زند ذا سبيشر، هل دول كتب؟ ناين زند داس زند كاين بيشر. نبدا نحل بقى على طول. فاس اس داس، ما هذا؟ داس اس زلات. ماشي، زلات أداة هدير. طبعا احنا انا بكلم ناس خلاص يعني على المراجعه النهائيه، حفظوا الكلمات، حفظوا الفوكاب وتمام التمام. يبقى داس زند، داس ايست، اين مذكر، اين زلط. از داس بانانا، اين بانانا عشان مؤنث. ماشي، زند داس اير جمع بيض. ناين هنا عندنا كايني اير. طب ليه ما خدناش ايني؟ لسه برضه بنعيد المعلومه للمره الثالثه، بنقول الجمع ليس له اداه نكر. داس ايست اورانجي، ايني اورانجي. كارتوفل اوند جوركن، زند ها دول جمع، يبقى كاين جيترينك مش مشروبات. داس ايني زوسا، ناين داس ايست، هننفي بايني، ننفيها بايه؟ بكاين. برافو. داس اس ايني، او هنا خلاص غيرنا، زوبي برضو اداتها مؤنث، هننفيها ب او هنثبت هنا عشان اغير زوسة الزوبة، زوبي يعني شرب، زوبي يعني شوربة، زوسي يعني صلصة، يبقى الاداة هنا ناين ايني زوسة زوبة. رقم 7 اس داس زافت، عصير، اداة تدير، يبقى اين. واضح؟ داس ايست جوركا، خيارة، أداتها دي تبقى كاين جوركا. زين داس كيفس، كيفس اسم جامع. ناين هنفي الاسم الجامع بإيه؟ بكاينة. طيب داس ايست جيموزا، داس جيموزا، يبقى كاين جيموزا. خش على قاعدة تانية اسمها قاعدة التعويض بالضمائر الشخصية بدل من الأسماء. يمكن التعويض، هنعوض عن الاسم المذكر الدير ليرر أو علي أو بئر. داس بوخ، هنعوض عنه بإس. بعد كده ممكن داس كند، الطفل برضه نعوض عنه بإس. دي شولة، دي جوركة، دي زوبة، إلى آخره. كلمات الأداة دي المؤنث هنعوض عنها بزي المؤنث. كلمات الجمع دي كندر، هنعوض عنها بزي الجمع. تمام؟ ولما بقول زي الجمع يبقى هنصرف الفيرب معاها جمع، ولما أقول زي المفردة المؤنثة هنصرف الفيرب مفرد. يلا على طول نحل. بسم الله. رقم 1 فوليكت داشتول، هنا داشتول الكرسي. داس ايست ار، عوضت مكان الدير بار.
فولكت لوكسور. خلوا بالكم ان المدن دايما اعوض عنها باس، والبلاد اللي ملهاش اداة طبعا 99% من البلاد ملهاش اداة بنعوض عنها باس. لكن لما نلاقي بلد زي تركاي وجفايس اداتهم دي هنعوض عنهم بزي، بلد اداتها دير زي زودان، دير زودان ربنا يحمي اخواتنا في السودان ان شاء الله باذن الله ويحقن دماءهم ويجعلها هي ومصر امن وامان باذن الله سبحانه وتعالى. لما اقول زودان اداتها دير زودان ماشي، يبقى عوض عنها بار. عراق برضو العراق اداتها دير، ايران برضو اداتها دير ماشي. فولكت لوكسور اس مدن. في فيل كوستن، في فيل كوستن دي باناني، دي باناني جمع يبقى نعوض بايه؟ بزي زي كوستن دراي اويرو. زاندس تي بيشا ده كده جمع يبقى نعوض عنها بزي الجمع. فيجي فالت ديا دي كوشا المطبخ زي. فو اس داس بيت السرير اداته داس عوض عنه بايه؟ باس. ذا جارتن است كلاين الحديقه صغيره دير جارتن يبقى اعوض لو حبيت اعوض عنها بير. داس هير محمد يا داس است ار. از داس ذا هارت يا داس است ار. في ايز داس كانت اس. نتكلم كمان على دي نيجاتيون النفي بنشت. احنا اتكلمنا على النفي بكاين وكاينه، نتكلم على النفي. النفي بنشت نعرف ان نيشت كلمة عامة للنفي بتنفي كل حاجة ما عدا الاسم النكرة اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو ايه الاسم النكرة هير؟ اللي هو اداته اين مذكر او اين محايد او اين مؤنث او اسم جمع ملوش اداة زي ما اتفقنا وحلينا من ثواني. النيشت بقى بتنفي كل حاجة ما عدا كده، يعني بتنفي اسم معرفة زي مثلا دير ليرا ليرر او دويتش ليرر، هنفيها دير اهو كده دير يبقى انفيها بنشت تمام. بتنفي فعل دير لي دير ليرر كومت نشت ما جاش. ايش هورا نشت انا مش سامع. ازاي نشت انا مش شايف مثلا يعني. داس فيتا است نشت جود بتنفي صفه، اما يجي بعدها صفه تنفي بنشت. بتنفي ايضا ضمائر ملكيه، داس است ماين ماين بوخ كتابي، لا ده مش كتابي، داس است نشت ماين بوخ مش كتابي. Das ist nicht meine Wohnung, مش شقتي. أسماء الأشخاص أقول ده مش علي، ده مش محمد، das ist nicht علي، nicht محمد. بتنفي ظرف مكان، mein Vater ist nicht hier، مش موجود هنا. ist nicht da، ist nicht dort، مش موجود هناك. خلاص؟ ضمائر شخصية، das ist nicht er، مش هو. das ist nicht es، das ist nicht sie، مش هم، مش هي. تمام. بتنفي ظرف مكان ده كومت هايت نيشت، ده مثلا مان كومت هايت نيشت مش جاي النهارده ماشي. ايش فونا بتنفي حرف جر، ايش فونا نيشت ان كايرو انا مش ساكن في القاهره. ايش كوما نيشت اوس انجلاند انا مش جاي من انجلترا. زوندا ايش كوما اوس مثلا دويتشلاند لكن انا جاي من المانيا. نتدرب كده. هابن زي اين هوبي، احنا هننفي هوبي اهي، هننفيها بايه؟ هننفيها بكاين. برافو عليكم، ننفيها بايه؟ بكاين. اول واحده كاين. ناين ايش هابي؟ كاين هوبي عشان اداتها اين اللي هي داس الاصل معرفه، هنفيها بايه؟ هنفيها بكاين. وانا قلت لما الاقي اين هنزود كا تبقى عليها تبقى كاين. از داس داين فرويند، ده ضمير ملكيه اهو، هننفيها اهو ناين. داس است طبعا حول داين في الاجابه الماين ماشي، وهينفيها بنشت لان نشت بتنفي كل حاجه ما عدا الاسماء النكره، وهنا ده ضمير ملكيه بوسيسيف ارتكل فهننفيها بنشت. فون از دو انجيزا، ناين اش فون نشت انجيزا. رقم اربعه مشت دو ابفل، ناين اش مشت ها اب في الجمع هننفي بنيشت ولا هننفي؟ نبقى كاينه ماشي.
keine Äpfel. Nein, ich möchte keine Äpfel. Kommt Mohammed aus Tanta? حرف جر. Nein, nicht aus Tanta. Neu, صفة يعني جديد. هنفيها بإيه؟ بنيشت. Mein Haus ist nicht neu, es ist alt. مش جديد هو قديم. Ich bin Peter. اسم معرفة أو اسم شخص. بننفي بنيشت. Ich bin nicht Peter, ich bin Timo. Ist das ein? أهو أين أهو ظهر يبقى هنفي على طول بكاين. Nein, das ist kein Bad. Das ist Schlafzimmer. يبقى kein Schlafzimmer, das ist ein Arbeitszimmer. دي مش حجرة نوم, دي حجرة المكتب. منى hat keine Geschwister. جمع keine Geschwister. لو هنفيها طبعا. keine Geschwister. ما ينفعش هنفيها بنشر عشان اسم نكرة. جمع. Ich habe viele Freunde. وحد يقول لي طب ما هو اسم جمع اهو بس جاب له صفة اللي هي فيل كتير. يبقى في الحالة دي هنفيها بإيه؟ هنفيها بنشت. منى ist meine Kollegin. ضمير ملكية يبقى هنفي ضمير ملكية بإيه؟ بنشت. Ist das Petra? Nein, das ist nicht sie. ضمير عادي بيرسونال برنومين هنفي بنشت. Haben Sie Fleisch? Nein, wir haben kein Fleisch. ماشي؟ في بعض الكلمات كده ممكن استخدمها من غير اداه بس في الحاله دي برضو هي نكره زي كلمه فلايش اللحمه. هي جابت است انا المفروض انفي انا طبعا في الامتحان هيجيب لنا اختيارات بس احنا دلوقتي شغالين على اختيارات النفي. عايزين ننفي اوبست يا داس اوبست يبقى ايه؟ كاين اوبست. نومر 16 رقم 16 ترينكن زي كافيه يا ابا عايزين ننفي كلمه فيل. جمع صفة فيل يعني صفة صفة معناها كتير عايز انفي الصفة انفيها بنشت ابا نشت فيل. است علي تو هاوزا ناين است نشت تو هاوزا طبعا في حرف اي هنا ناقص است علي تو هاوزا ناين است نشت تو هاوزا ليه استخدمت نشت عشان حرف جر اللي هي تسو بمعنى في المنزل. داز زند فوتوس صور وصور دي جمع تمام هنفيها بكاينه داس زند كاينه فوتوس. از داس ريشتش از داس ريشتش ريشتش يعني صح وصواب. ناين داس است صفه ها صفه هنفيها بايه؟ بتجاوبوا قبل ما اقول تمام نيشت ريشتش. ماما 20 هابن زي كندا ناين ايش هابا ها كاينه كندا ننفي جمع بكاينه. Ist das ein Herd? Nein, das ist nein, das ist kein Herd. مش بوتاجاز. Nummer 22, das ist nicht mein Bruder, das ist mein Freund. ندخل على تصريفات افعال خدناها في الترم الثاني اصدار فيرب مشتن مهم جدا. مشتن ده فيرب اوريجل بيتصرف ايش وار واس وزي نفس التصريف مشتا دو عاديه نضيف لها اس تي مشتست ماشي وان كنا سيبنا الايه عشان طبعا المقطع الصوتي تبقى دو مشتست فيزي زي شكل المصدر مشتن هي برضو عاديه التغييره هنا كلها تغييره بتحصل هنا في الجزء دوت اللي هو الجزء بتاع ار واس وزي بس ايش وار واس وزي بيبقى زي بعضه كله مشتا. وعندي الافعال اللي جايه دي افعال عاديه خالص براوخن ترينكن اسن براوخن ترينكن افعال عاديه جدا وهنشوف تصرفاتهم الاول. ايش براوخا تصرف عادي جدا دو براوخست اس تي ار اس زي تي زي اي ان اير براوخت وترينكن نفس الكلام يشرب فيرب جلاوبن برضو يعتقد جلاوبه جلاوبست glaubt glauben glaubt. اما الفيرب اسن بيحصل فيه تغيير صغيره زي ما خدنا الفيرب اكسبريشن في الترم الاولاني اللي هو حرف الاي اللي هو الاي بالانجلش بيتغير يبقى اي عشان الناس بس مركزه معايا حرف الاي ده تمام بنسميه
ايه بالالماني، هو اسمه ايه بالالماني، بيتغير يبقى اي مع الضمائر الاربعه اللي هم دو ار واس وزي. خلي بالكم من كلمه الضمائر الاربعه تتكرر كتير، بيتغير يبقى اي والتصريفه بتبقى زي ما هي عادي. بس في ملاحظه في الفيرب اسن ان هو ما بنضيفش اس لان هو فيه دبل اس اصلا، يبقى دو ايست ار اس زي ايست ضفنا التي. فيرزي زي برضو صرفنا عادي وما غيرناش لان احنا اتفقنا ان التغيير هتبقى في الاربع ضماير بس اللي احنا اتفقنا عليهم دو ار اس زي. اسن هي است. الفيرب هيلفن يساعد والفيرب شلافن ينام، بيحصل برضو فيهم تغييره مع الدو والار والاس والزي. هيلفن نفس التغييره بتاعت اسن، بيحصل حرف الاي بيتغير يبقى اي ماشي. هيلفت هيلفت ماشي، هيلفن هيلفت. شلافن بيحصل تغيير حرف الا بيبقى ا املاوت تبقى دو شليفست ار اس دي شليفت، والباقي بيتصرف عادي. يلا بقى نبدا نحل. الايفنينجن نمبر 1 مونيكا، الاجابه الصحيحه برافو ايست، لان ده فيرب الرجل زي ما لسه قايلينه. جارن بيتزا، يعني جارن بتحب او بسرور جارن بيتزا. ماين فاتا ده مفرد، ترانكت برافو عليكم ترانكت. نمر دراي ايا هتبقى تاخد تي تبقى براوخت. فاس لازم تبصوا بقى على بعد الفيرب الفاعل، الفاعل زي اللي هي الاحترام تبقى ترانكن زي. طب ايه يا مستر يا هير، الاس كابيتال واضحه جدا وكبيره جدا اهي، ما تخافوش مفيش ان شاء الله ما يبقاش فيه غلطات اهي في الامتحان. الاس اي مستر، اصل احنا بنغلط بين الكابيتال والسمول الجوغوس وكلاين، لا الاس كابيتال واضحه جدا ماشي، يبقى على طول هيبقى دي الاحترام يبقى ترينكن تمام. فاس دو دو تبقى ايست تمام. ايش ايش طبيعي بتاخد ايه تبقى ايش براوخة. هند اون دو دو دي برضو من الحاجات اللي ممكن تلخبط اي حد، ممكن يصرفها على اساس ان هي هند وصرفها على اساس ان هي دو، لا ناخد بالنا ان هند اون دو دو بتتصرف على اساس ان هي ايه، على اساس ان هي اير، يعني ايه يعني انتم تمام، بتتصرف ان هي اير. هند اون دو دو انتو ماشي، تبقى الاجابه الصحيحه مشتت تمام. نمر 8 اوبست اوبست طبعا بصرفها على اساس ان هي مفرد. اوبست شمكت مير، اوبست شمكت زير جود، تعطيني مذاقا تعطي مذاقا جيدا. نمبر 9 ايني دوزا كولا، ايني دوزا كولا واحده بس ها، يبقى بتكلف او تكلفتها 5 فوند يبقى كوستت، مع ان الثلاثه متصرفين على المفرد ولكن المعنى هنا اللي خلاني اخد كوستت. سفاي كيلو طبعا اول ما الاقي سفاي كيلو فيش، هو اللي فيش مفرد، طيب سفاي اصرف على سفاي كيلو يبقى سفاي كيلو ها كوستن ماشي. زي بالظبط لما الاقي 100 جرام جبنه 100 كيس 100 جرام كيس اصرفها على اساس ان هي جمع ماشي، وهنا اقول سفاي كيلو ماشي يبقى اصرف على اساس ان هي كوستن. نمع 1000 داس بيبي مفرد يبقى شليفت، خدت اللي بالاملاوت ليه؟ لان هو ار واس وزي بياخد املاوت. نتدرب برضو على تكوين السؤال، اي الجمله الاستفهاميه التي تبدا بالفعل بنرتبها، بنبدا بالفعل فونس دو وبعد كده الفاعل وبعد كده بقيه الجمله. الاجابه بناين او يا اهو، لو يا هتبقى نغير الضماير ونكمل عادي. ناين اش كوما او سكايغو، اما عايزين نجاوب بالنفي بناين قدامنا حاجه من اتنين، يا اما ان احنا ننفي والنفي احنا قلناه النهارده في المحاضره، او نغير مضمون الجمله اهو. ناين اش كوما اوس اليكس، كده غيرنا مضمون الجمله، انت جاي من القاهره؟ لا انا جاي من اسكندريه. الحاجه الثانيه ان احنا ننفي، ناين اش كوما نيشت اوس كايرو تمام، ده ان احنا او مثلا اقول له مثلا ايس دو بيتزا ناين ايش اسا كاينة بيتزا، كده نفيت، انا معايا ان انا انفي بنيشت في حالتها وانفي بكاين او كاينة في حالتها او في اماكنها. نشوف التدريب. يا جان فيش ها، دي سهلة جدا وتصريف عادية جدا، يبقى است.
دو جارنتي دو التي ها التي بنعمل ايه بنشربه يبقى ترانكست ترانكست دو تمام اس دو جارن فلايش مش اسا جارن فيش حاجه تانية يبقى غير يبقى نقول ايه ناين يبقى انا غير مضمون الجمله الفلايش حاجه والفيش حاجه فلايش يعني لحمه والفيش يعني سمك هايسن هايسن يبقى هايسن اي ان يبقى ناخد ايزي الاحترام هايسن زي محمد يا ايش هايسه محمد نمبر 5 داس اوف دويتش ماشي هنا في سؤال بيقول له هايس داس اوف دويتش ابفل هو ده اسمه بالالماني ابفل تفاح هايست يبقى هايست ممكن اسال اقول في هايس داس اوف دويتش يعني اسمه ايه بالالماني يبقى هايسن اوف دويتش معناه يسمى بالالماني يبقى هايست داس اوف دويتش ابفل هو ده اسمه بتفاح قال له يا نمبر 6 داينموتا اوبست داينموتا مفرد يبقى براوخت على طول بس دو فونف سين يارا الت ها 16 سنه 16 سنه 15 هنا غير مضمون الجمله هنا 15 هنا 16 بوم بس دو فونف سين يارا الت يبقى زيش سين يارا الت يبقى الاجابه 9 ليفن زي ان كايرو ان اليكس برضو غير مضمون الجمله يبقى هناخد 9 بعض الملاحظات اللي احنا بنحب نقولها السؤال عن السعر يكون بفاس كوستت او في فيل كوستت طب امتى اقول فاس كوستت وامتى اقول فاس كوستن لما يكون الكلمه اللي جايه بعدها مفرد يبقى اقول فاس كوستت بصرف فيرب كوستن بمعنى يكلف او يساوي على اساس انه مفرد لما يكون الكلمه اللي هو الحاجه اللي بتقاوم او بتسعر بتبقى مفرد طيب لما اقول امتى اقول فاس كوستن لما يكون الكلمه اللي جايه بعدها جمع تمام او اقول في فيل كوستت الاثنين بمعنى ما الثمن او ما كم السعر طب لما بسال عن الكميه في فيل مش تنزي اسمها مينجا وهنشوفها في المواقف حالا في فيل مش تنزي 2 كيلو طب لما البياع عايز يساعدك يقول كانش اينن هيلفن ممكن اساعدك ها دي تعبيرات نحفظها وبعد كده احنا في ثانيه ان شاء الله هنقول ده في فعل مضال وفي فعل مصدر في اخر الجمله بس احفظها كده دلوقتي كانش اين هيلفن كان هيلب يو مثلا يا ايش براوخه انا محتاج كذا كذا سؤال للبائع للزبون السؤال للبائع اهو زونس نوخ ادفاس كانه بيقول له ايه مش تستدو زونست نوخ ادفاس يعني انت عايز حاجه تاني فاختصر قال له ايه حاجه تاني زونست نوخ ادفاس فعاي مش عايز يقول له ناين دانك داس است اليس ده كل حاجه عندنا في وفاس دايما في بنسال على الصفه وفاس في لوحدها بنسال عن الصفه معناها كيف بالانجلش هاو وفاس معناها ما او ماذا بالانجلش وات في جيفالت اينن دي فونو كيف عجبتك الايه الشقه فانا عايز صفه بقى اس اس زي است المفروض هنا زي ماشي زي است شون عشان دي مؤنث يبقى بعوض عنها بزي زي است شون في جيفالت اينن دي فونوج الاجابه عن الاسم ماشي فاس جيفالت اينن ايه اللي عجبك هنا بسال على ايه على حاجه غير عاقل يبقى فاس جيفالت اين يبقى فاس جيفالت ايه اللي عجب حضرتك فاس جيفالت يبقى دي فونوج الشقه جيفالت ميا في جيفالت اينن داس فوتو اس است شون في فاندن زي داس فوتو ايه رايك كيف تجد الصوره اس است شون جميله في عندي فيربين برضو مهمين جدا وملاحظات مهمه الفيرب فيرمتن ومتن الفيرب متن الصغير اللي هو يستاجر يعني انا عايز شقه وبدور على شقه وباجر شقه وبدفع ايجار في الشهر اما الفيرب فير متن انا صاحب الشقه وباجرها بشوف حد واجرها له وابدا كل شهر ان انا اخد الايجار ده الفرق من مهم جدا اهو ايش زوخ اين فونونج انا بدور على شقه ماشي ايش موشت زي متن انا عايز ايه اجرها لكن الفيرب فير متن بقى فيرميتن ايش هابا اين فونونج ايش موشتا زي فيرميتن مهم جدا ان احنا نعرف الفروقات دي قبل ما نخش الامتحان عشان ايه الحاجات دي اللي بتميز الطالب الشاطر والمتميز اللي مذاكر وفاهم غير اللي حافظ
كلكم ان شاء الله كويسين وشاطرين. في فيل كوستد دي ميت، سؤال عن الايجار، في فيل كوستد دي ميت. في عندي طبعا ظرف زي كلمة هير هنا وعكسه دورت، وممكن استخدم مكان هير دا برضو. فو است دير ليرر، هير است ار، او اقول مثلا ار است دا موجود هنا، ار است نشت هير مش موجود، ار است دورت هناك. الفيرب جيفالن فعل بياخد املاوت ماشي، ويتصرف مع المفرد والجمع بس. يعني اقول مثلا دي فونونج جيفالت مير ماشي، واصرفه مثلا اقول ايه دي بوشا الكتب جيفالن مير ماشي. بيتصرف مع الاسم المفرد سواء اداته ار او ضميره ار، اس زي يبقى جيفالت مع الجمع جيفالن. مهم جدا بقى ان احنا نتكلم على موضوع التعبير، ونبدأ داخلين حافظين موضوع تعبير واحنا داخلين الامتحان بتاعنا ان شاء الله. هنتكلم عليه دلوقتي حالا، ركزوا معايا. طبعا احنا هناخد مواضيع التعبير دي زي ما هي كده، قلم ورقة، ونسجل المواضيع ورايا وتحفظ المواضيع ماشي. كون جملة وخش في الامتحان، لقيت هما ثلاث موضوعات ولا حاجة، ان شاء الله الموضوع مش هيخرج عنهم. يعني موضوع ماين فونونج، ماين فونونج است غروس، اودا كلاين زي اس مودرن، دي موبل زند شون، على اساس ان موبل طبعا كلمه جمع. ماين فونونج هات درايت سيما، زي هات اوخ اين باد اوند اين كوشا، حمام ومطبخ. دي بالكون است شمال او برايت، شمال ضيق برايت واسع. دي متى است الايجار، متى است 500 بوفونت ايم مونات. في عندي برضو ماين تغاوم هاوس، وممكن الموضوع الاولاني يكفينا برضو لنفس الموضوع. يعني اللي حابب يحفظ موضوع او يجمع موضوعين مع بعض مفيش اي مشكله. ماين تغاوم هاوس منزل احلام، است جروس اوند هيل ومنور، است ليكت ان كايرو، ماين تغاوم هاوس هات فيغ سما اربع حجرات، في اسن ام فون سما بناكل في حجرة المعيشة. دي موبل زانت مودان دورت هناك، اس اوخ اين جارتن حديقة، داس هاوس اس تول ام ريستورانت. وده موضوع بقى اختلفنا، خرج الموضوع دخلنا في موضوع الاكل. ايش هاب هونجا انا جعان، ايش جه انس ريستورانت، ايش اس جرن بيتزا، ايش رانك جرن كولا، ودا زافت داس اسن شمكت لكا، داس اسن كوستت 100 بوفونت. الموضوع الرابع ام سوبر ماركت، او الثالث اعتبره الثالث لان الموضوع الاولين قريبين جدا من بعض، ممكن نحفظ واحد. ام سوبر ماركت اسن اون ترينكن ماشي، انا رايح اجيب اكل، رايح اجيب شرب. ها ايش جا اندن سوبر ماركت، انا رايح سوبر ماركت. ايش براوخه اوبست اون جيموزا، محتاج خضروات، فاكهه وخضروات. دي ليبنس ميتل زند فريش، الليبنس ميتل زند فريش يعني طازجه. فيش شمكت ليكر، انا بحب الفيش سمك، بتعطي مذاقا جيدا ليا. ايش كاوفا اوخ جيترينكا، انا شرب برضو مشروبات. دي بغايزه زند بلش، الاسعار رخيصه. فنكتفي بالموضوعين دول، وان كنت انا هرفع لكم برضو الموضوع، لو حد حابب ينقل الموضوع موجود اهو، كلها برضو ممكن تفيدنا في الفوكاب في القطعة. بعد كده هنتكلم على المودال فيربن، شوف سؤال مهم جدا، سؤال في مواقف، سؤال المواقف يا جماعة دايما بيبقى جاي خمس اختيارات، دلوقتي بقى خمس اختيارات، حضراتكم هتختاروا اتنين من خمسة، مش نختار واحد، اتنين من خمسة. يعني نقرا مع بعض. يماند شخص ما بيسأل، يبقى انت هتجاوب. فاس اس دوجر، بتحب تاكل ايه ماشي، يبقى هانشن ميت بومس، ادي ده اكل ماشي، هانشن ميت بومس. ممكن يجيب لك كذا اكل وانت هتختار ايه الاكلتين او الاجابتين الصح. دو هاست هونجر، لو انت جعان هتقول ايه؟ هتقول ايه؟
ich möchte gern Steak und Salat او اي اكل. ما هو انت خلي بالك انت في اجابتين يبقى في الحاله دي، فانت بتركز جدا على الخمس اجابات، تستبعد ثلاثه غلط تختار اثنين صح. jemand sagt möchtest du sonst noch etwas، انت عايز حاجه تاني، das ist alles. und nein danke، nein danke لا شكرا، das ist alles. ممكن تقول يا ich brauche كذا كذا كذا، ماشي، عشان بس نوسع افقنا عن موضوع الحفظ بتاع زمان. دو فراجست ناخ ديم برايز، عايزين نفهم اكتر. دو فراجست ناخ ديم برايز، بتسال على البرايز على السعر. هتقول ايه؟ في فيل كوستت اي ام بوفوند. بوفوند هنا جايه بمعنى كيلو، يعني بتيجي بمعنى كيلو وتيجي بمعنى جنيه. اي ام بوفوند فلايش. فاست غينكس دو جير دو فراجست، انت هنا بتسال على ايه؟ بتسال على ليبلينجز جترينك، المشروب المفضل. Das ist mein Lieblingsessen. Das ist mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen. الأكل المفضل. Jemand fragt dich، بيسألك عن إيه؟ يقول لك إيه؟ Möchtest du auch Fisch؟ أنت عايز Fisch؟ قول له إيه؟ Das ist mein Lieblingsessen. ده المشروب الأكل بتاعي المفضل. Ein Euro 10. Euro 10. هنا بيتكلم ده سعر. اين اورو يورو و 10. يماند فراكت في فيل كوستت اين بيشا يوغورت، ده بيسال على كم سعر علبه الزبادي. في فيل كوستت اين بيشا يوغورت. داس است ليكر، انت هنا بتتكلم على ايه؟ لما تقول ليكر يعني لذيذ، يبقى الطعام عجبك. داس اسن كفالت دير. Ein Freund fragt nach dem Tomatenpreis. Tomatenpreis. Ein Kilo Kartoffel. لا ملهاش علاقة. دي طماطم شمكت شمكن، ملهاش برضو علاقة بالثمن. دي الطعم اللي هي هنا الثمن. الإجابة 2,40 Euro. Ein Freund fragt wie heißt das auf Deutsch، اسمه ايه بالالماني. Das ist بتعرفه، بتشاور له عليه، تقول له das ist ein Apfel، تفاح. Auf dem Markt sagt der Verkäufer، في السوق بيتباع بيقول لك ايه؟ ايه الكلمه بتاعت البائع اللي هيقولها؟ في فيل ايش. Auf Markt sagt der Verkäufer wie viel Äpfel، انت عايز تفاح قد ايه؟ wie viel Äpfel möchten Sie. Nummer 13 رقم 13. Du fragst nach der Äpfelpreis، تسأل على ثمن التفاح. Äpfelpreis. Was kostet ein Kilo؟ أو wie viel kostet ein Kilo؟ عشان لما يبقى إجابتين. Ein Freund sagt ich habe Durst، أنا عطشان. واحد بيقول، هتقول له إيه؟ Hier ist ein Mineralwasser، أو ممكن تقول له trink eine Cola، اشرب كولا. ماشي؟ Ein Freund fragt was ist du gern، هنا تاكل ايه؟ فبتطلع الاكل فركاديلا اللي هو كفته. دي نوي فونونج جيفالت دير، شقه عجباك جدا. طب عجباها يبقى فيها صفات حلوه، تلاقيها غوص، هتلاقيها هيل، هتلاقيها برايت واسعه، هتلاقيها مثلا شون وهكذا، غوص بلش. ماشي. بعد كده دو براوخست اين موبيليرت سمر ان كايرو، انت عايز شقه حجره مفروشه. هتقول ايه؟ اش فيل اين فول موبيليرت سمر فيرمتن، ولا اش زوخه، انت اللي عايز. خلي بالك لان فيرمتن هنا انت عايز تأجر. اش زوخه، انا بدور. اش زوخه اين موبيليرت سمر ان كايرو، تمام؟ يبقى الإجابة أنا اللي ببحث، لأن أنت بتحتاج، لما تحتاج الفيرب براوخن يبقى لازم تبحث، أو عايز تأجر ممكن تقول إيش مشتا، وتقول بدل ما تقول فيرمتن دي أو إيش فيل تقول متن. داين فرويند زاكت إيش براوخا أين سما في أين فوخا، لمدة أسبوع. نفس الكلام، يبقى ارموشت اين سما متن، هو عايز يأجر، ان هو محتاجها ماشي لمده اسبوع.
بس هاوس استشمال اون دونكل ضيقه وفي نفس الوقت مظلمه. هتقول عليه داس هاوس الشقه المنزل داس هاوس جيفالت ديانشت. داس هاوس في الحاله دي هتقول شقه المنزل انت هتقول ممكن نقول داس هاوس جيفالت مير نيشت او هو مش عاجبك انت داس هاوس جيفالت ديا نيشت. داس هاوس زياد توير غالي جدا نيشت بلش. خلوا بالكم من الصفة وعكسها نيشت بلش غالي جدا. رقم 21 ein Freund fragt wie viel Zimmer hast du, كم عدد الغرف؟ هتجاوب ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und Kinder مثلا يعني او تجاوب بالايه بالرقم. لما بيقول مثلا du fragst nach dem Wohnort, تسأل عن محل السكن. سؤال سهل جدا تقول لي wie ist deine Adresse, العنوان بتاعك. او ممكن تقول له انت ساكن فين, wo wohnst du, انت عايش فين, wo lebst du. ممكن تقول له wo ist dein Haus, المنزل بتاعك فين. كل ده بنسأل على الفون اورت بتاعك. او wo ist deine Wohnung, الشقه بتاعتك فين. ايش كومه او سكايرو, انا جاي من القاهره. في الحاله دي صديقك بيسألك بيقول لك ein Freund fragt woher kommst du او woher bist du, تقول له ايش كومه او سكايرو. دو فراجس نخدم ألتر العمر, تسأل على العمر في ألت بيست دو. ممكن أقول لك في ألت زين زي, غير الضمير بالاحترام ما فيش أي مشكلة, أو في ألت إست زي. فأنت بتسأل على العمر عادي ممكن أغير الضمير. أين فرويند فراكت في جفلت إين إن ماين كول شرانك, اللي هو التلاجة. إيه رأيك في التلاجة؟ طبعا في الحالة دي لازم أعرف الأداة بتاعتها, اللي إحنا قلنا في أول المحاضرة نحفظ الاسم بالأداة. كلهم صفات لكن اللي هي ميني كول شرانك اداتها دير, يبقى نجاوب بار اس مودر. رقم 26 ار اس زاجوت, ماشي ار اس زاجوت, يبقى برضو بتكلم على حاجه مذكر يبقى دير هيرد, يبقى اختار اللي اداته دير. رقم 27 في جفلت دير ماين سيمر, برضو اداتها داس, يبقى اختار حاجه فيها اس, قاعده التعويض العاديه. رقم 28 نفس الفكرة ماين فونونج, شقتي, يبقى اختار اللي أداتها زي, اللي ضميرها زي عشان هي أداتها دي, فونونج أداتها دي مؤنث, يبقى زي است بايت. بكده نبقى نكون جمعنا أهم الأفكار أو تقريبا مجمل المنهج بتاع الترم الثاني. مرينا على كل حاجة, حاولنا نجاوب على كل حاجة. سؤال الإيميل اللي هو الأخير بيبقى اللي قبل الأخير قبل موضوع التعبير بيبقى عبارة عن إيميل صغير, حضرتك بتكتب الاسم اللي فوق تحت واللي تحت فوق وبتجاوب جملة كاملة. بتراعي إن الجملة تبقى مظبوطة جراماتيك وكتابة عشان تاخد الدرجة كاملة. من هنا ولحد هنا إن شاء الله بإذن الله أقابلكم السنة الجاية, وأتمنى ليكم التوفيق ومزيد من النجاح. نركز في الامتحان إن شاء الله وإحنا بنحل, ونراجع مرة واثنين وثلاثة وما نتسرعش, وربنا يوفقنا جميعا ونشوف ونسمع أحسن الدرجات وأحسن النتائج بإذن الله رب العالمين. كان معاكم هير كرم أحمد إبراهيم, الخبير التعليمي بالمدارس المصرية الدولية للغات. أتمنى ليكم مزيد من النجاح والتوفيق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.